دايما يعني من ساعة ما بقى في حاجة اسمها تنظيمات مسلحة للإسلام السياسي أو الإسلام الراديكالي، أصبح فيه ميليشيات وتنظيمات وما إلى ذلك، فكنا نسمع من وقت للتاني يقول لك مثلا إيه الحكايمة اتقتل في ضربة أمريكية مش عارف فين على الحدود ما بين باكستان وكذا، ده أسامة بن لادن كذا، ده مش عارف كان اسمه إيه أبو بكر البغدادي. أخيرا ينشر بأنه تم تصفية أو قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري. إزاي؟ يعني إزاي اتقتل أيمن الظواهري؟ والسؤال الثاني، وهو ما اتقتلش السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبل قبلها ليه؟ أو ما اتقبضش عليه ليه؟ وليه ما بيتقبضش على حد؟ ليه كله بيتقتل بس؟ يعني مش بيبقى الناس دي كنز معلومات عايز اقبض عليه حي عشان احقق معاه وما الى ذلك؟ يجي هنا سؤال بقى، يا ترى هل ترى ليه ما بيتقبضش وبيحصل بس عمليه القتل او التصفيه الخ الخ الخ، ويا ترى هل ترى ايضا حصلت ازاي والنتيجه السياسيه من وراء عمليه مفترض انها عمليه كبيره مهمه؟ يعني انت كده بتقول القاعده تقريبا هتبقى بخ. معانا على التليفون دكتور ماك شرقاوي، الباحث في العلاقات الدولية من واشنطن، أحد أبرز المحللين بالولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الشؤون. أهلا بيك دكتور ماك شرقاوي. أهلا أستاذ يوسف، وأهلا بجمهورك الكريم. أهلا بحضرتك دكتور ماك. يمكن بطرح السؤال اللي كلنا بنطرحه يعني من زمان جدا، من ساعة ما ظهر حاجة اسمها القاعدة وعمليات تصفيات ضد القيادات الهامة في القاعدة، ليه دائما لا نجد أثرا لجثمان؟ سؤال ممتاز، وبالتأكيد يعني بيطرأ إلى الذهن، ولكن أنا تحليلي أن العمليات العسكرية اللي بتقوم بها أمريكا في مقتل البغدادي في عهد ترامب ومقتل أيمن الظواهري النهارده في عهد بايدن بيستخدموا الضرب عن بعد، يعني المعلومات المخابراتية بتحدد المكان وبيتم تأكيد المكان وبيتم إطلاق صاروخ كروز أو يعني صاروخ موجه من طيارة بدون طيار. ليه؟ لأن هم مش عاوزين يحصل اللي حصل مثلا في تصفية أسامة بن لادن. المجموعه اللي راحت نص المجموعه يعني تم مقتلهم بسبب خطا فني في تنفيذ العمليه، وايضا يعني كانت نسبه الخساره عاليه في تنفيذ العمليه، وكانت ايضا كمان في تعاون ما بين اسلام اباد وبين امريكا. لكن في حاله طالبان ما فيش اي تعاون، بالعكس ده طالبان يعني بتضرب واشنطن في الظهر بانها بتستضيف عندها زعيم القاعده. فاعتقد ان يعني لم يكن هناك اي تعاون من طالبان والولايات المتحده الامريكيه، وايضا الخوف من الدخول بعمليات على الارض يعني من العمليات الخاصه ان يكون هناك نسبه اصابات عاليه، فبيتم استخدام الاستهداف عن بعد، وده استخدموه على فكره في الكثير من زعماء يعني الجماعات الإرهابية في اليمن مثلا وفي سوريا وفي العراق. هي بالتأكيد يعني أقل كلفة من ناحية الخسائر البشرية وأكثر دقة، وما فيش فيها كلام، يعني هو صاروخ كروز بيدمر المبنى بما فيه، يعني اللي مش هيتدمر هيسيح من حرارة هيتبخر. طب هنا يجي برضو سؤال تاني غصبا عننا هيتبادر إلى أذهاننا، التزامن بتاع تصفية أيمن الظواهري مع الأزمة الصينية التايوانية الأمريكية، هل هناك ارتباط هذا التزامن والتوقيت؟ هو أنا أعتقد التزامن مع الانتخابات الرئاسية اللي هتحصل في شهر نوفمبر، يعني هم حاطينه في الثلاجة وعارفين مكانه من 6 شهور فاتوا. وتنفيذ العمليه تم يوم السبت والعلن عنها تم بالامس، يعني واخد بالك بالظبط. فيعني اعتقد ان هي كانت موجوده في الثلاجه عشان الانتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر القادم، لابد ان ياتي الرئيس بعمل بطولي. اوباما تخلص من اسامه بن لادن، ترامب تخلص من البغدادي، وبايدن تخلص من زعيم القاعده ايمن الظاهر. طيب اعتقد ان المكاتب السياسيه بالتاكيد انتخابيه بحته.
هنا يبقى هنيجي هنا بقى للسؤال الأعمق أو الأكثر وقعا في أثر إجابته، إنه هذا التزامن لأجل خلق حالة بطولية الولايات المتحدة الأمريكية في عهد جو بايدن تستطيع تصفية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لكن هل بالفعل سوف تأتي بهذه الثمار سياسيا أو على المستوى الدعائي في إطار هذا الوضع القائم والمتأزم بالأزمة التايوانية؟ بالتأكيد لا، ولكن اللي عدل الصورة قدام المجتمع الدولي زيارة نانسي بولوسي لتايوان. يعني أعتقد أن أمريكا وصلت رسالة في غاية الأهمية للصين، لن تستطيع أن تلتهموا تايوان، وأن تايوان لن تكون أوكرانيا جديدة. فأعتقد أن ده اللي ممكن يعدل الشكل البطولي لبايدن. وبعدين بص بايدن برضه في اعلانه الكلمه لمقتل ايمن الظواهري قالها مرتين في بدايه الكلمه، 7 دقائق على فكره، يعني الموضوع لا يستدعي اكثر من 3 دقائق. قالها مرتين، احنا هنستهدفك في اي مكان انت فيه، في اي حته في الارض، في اي وقت، لو انت هددت مصالحنا. اللي هو مظهر الكاوبوي الامريكي برضه ده يعني بيعزز من الصوره اللي بايدن عايز يضفيها على الاداره بتاعته، خاصه ان بالتاكيد لم يحقق اي انتصار لا داخلي ولا خارجي. على المستوى الداخلي الدنيا بايظه في امريكا، على المستوى الخارجي مفيش حاجه وعد بيها وتمت، مفيش حاجه عملها ونجحت. الخروج من افغانستان كان فضيحه، العلاقات الامريكيه يعني الاوروبيه ليست على افضل ما يرام. صحيح. وعوده الى زيلينسكي الرئيس الاوكراني بانه سوف يدعمه، وبعدين الوعود دي تبخرت الى الدعم المادي، حتى لم تكترس الولايات المتحده الامريكيه انها ترسل الطائرات ارسلتها مؤخرا بعد يعني بعد خراب بلطة، وتم تفكيك الطائرات وارسالها الى داخل اوكرانيا لتركيبها مره اخرى MiG-29. فبالتاكيد الصوره اللي حصلت دي والرتوش التي لوثت هذه الصوره، بالتاكيد عمليه ايمن الظواهري وزياره نانسي بولوسي بالتاكيد هتثير ضوء من يعني تسليط الضوء على الصوره مره اخرى. طب ليه يعني بالتاكيد مكاتب دوليه وايضا مكاتب داخليه على مستوى المختلف. طب اخيرا دكتور مكفي، سؤال سريع وايضا اعتقد ان الاجابه هتبقى سريعه، اسف علشان الوقت، ولكن الا تعتبر انه حتى الاصرار على زياره نانسي بلوسي الى تايوان ادت الى المزيد من الاحتقان او الاحتدام لدى الصين؟ احنا شفنا التصريحات بتاعه الرئيس الصيني في مواجهه التصريحات الامريكيه، من يلعب بالنار فسوف تحرقه، ده من ناحية. من ناحية تانية حتى رئيس الأركان الأمريكي كان واضح جدا، قال لم نعهد هذه اللهجة العدائية من الصين من قبل، ثم نجد تحرك عسكري صيني بالفعل تجاه تايوان. تايوان بتعلن أنه طائرات أو 21 طيارة صينية دخلت المجال الجوي الصيني، وعندنا تحركات في بحر الصين الجنوبي. يعني كل ده من شأنه أنه أصلا يبوظ المشهد الأمريكي. هو يعني بالتأكيد أقول لك ببساطة وبسرعة، امريكا كانت بتتعامل مع الصين من منطلق وريني اخرك. فالصين طلعت وعملت تصريحات خطيره جدا، والتحذير الاول والتحذير الثاني والتحذير الاخير قبل الطياره ما تنزل ب 20 دقيقه، هنعمل وهنساوي وفي الاخر ايه؟ تمخض الجبل فولد فأرا. نتمنى انه المساله تنتهي عند هذا الحد، فلا نجد حربا في الشمال وحربا في الجنوب، العالم مش ناقص. انا بشكرك جدا دكتور مكشر قوي، الباحث في العلاقات الدوليه من واشنطن، وقد يكون لهذا الحديث المتعلق بالصين وتايوان والولايات المتحده الامريكيه ماذا يحدث لو، سيناريوهات لو دي يقول لك لو تفتح حمل الشيطان، طب سيناريوهات اذا